السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبق اليوم يا جماعة مكرونة بالصلصة، مكرونة أقلام بالصلصة. إيه أولا الصلصة بقى مش كتير قوي، يعني معمولة كده إيه الشكل الإيطالي كده. الريحة طبعا ما أقولكوش عليها، طبعا شوية التوم بقى وشوية الحاجات اللي بتعمل في المكرونة أنتوا كلكم عارفينها أكيد، بس بصراحة الطبق عجبني جدا. أهو نسمي بقى كده لله كده ونقول أهو بسم الله. الله الله الله، من اسهل الاكلات اكل المكرونه ده يا جماعه. اوه ما شاء الله ما شاء الله. لا جميله والله. تاخد 10 دقايق الوصفة دي، 10 دقايق بالظبط تكون الوصفة جاهزة وتاكل. بجد طعمها جميل يا جماعة، بجد بجد طعمها جميل. ما شاء الله. الله عليك. جميلة جميلة. كم عندك؟ لا خلاص يا جماعة، الفيديو كده خلاص. أشكركم جدا. طبق اليوم مكرونة بالصلصة، حاجة بقى ما اقولكش على الريحة. اي أيوة والله، استودعكم الله، اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.